كيف تقيم الفترة الأولى اللي كان فيها بيعمل الدكتور عبد الله حملوك من أجل إصلاحات استراتيجية دعنا نسميها؟ طبعا بالنسبة للدكتور عبد الله حمدوك في الفترتين الحكومتين الانتقاليتين تحققت يعني إنجازات كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الانفتاح على العالم، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعي للإرهاب، كانت هناك يعني سباق ماراثوني في 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 هذا الأمر، يعني استخدام للعلاقات الدولية، استخدام للجوار العربي مثل المملكة العربية السعودية ودعمها لهذا الاتجاه، تحقق هذا الأمر، كان هناك إعفاء الديون ونادي باريس، أمور كثيرة كانت يعني ستنعكس إيجابا في الفترة الحالية. يعني نحن كنا سنقبل على العام الجديد بإنجازات تجد يعني ملامسة في الشارع وتجد يعني انعكاسها في غرفة الملاح التي دائما نحن نرددها. ده كان هذا يعني كان الوضع سيختلف عما نحن فيه. دكتور عبد الله حمدوك على المستوى الداخلي حاول أن يقرب وجهات النظر، وكان هو حائط الصد، وكان الذي يمتص الصدمات من الاتجاهين سواء من مكون المدني أو مكون العسكري. أطلق مبادرات اللي هو الطريق إلى الأمام، أطلق مبادرة اللي هو خارطة الطريق، أطلق اللي هو خلية الأزمة 6+1. يعني الرجل حاول محاولات كثيرة جدا من أجل تقريب وجهات النظر ومن أجل إيجاد مساحة للعمل ومن أجل أن يمضي بالفترة الانتقالية إلى مراميها. ولكن للأسف الشديد نحن إذا تحدثنا عن المكون المدني وما فيه من بعض الاختلافات، ولكن المعول الكبير كان في المكون العسكري الذي ظل مصرا على أن يحقق أهدافه.